في أي سياق نضع ما كشف عنه القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي عن وجود خلافات بين قوى الإطار التنسيقي؟ هناك رأيان، رأي يقول يجب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ورأي المضاد يدعو إلى تشكيل الحكومة ومن ثم مناقشة حل البرلمان وإجراء انتخابات. يعني في أي سياق نضع هذين الرأيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة حقيقة لقناتكم الكريمة على إتاحة الفرصة للتوضيح لربما بما طرحتهم بقضية العملية السياسية ومجرياتها في هذه المرحلة الخطرة. على ما أعتقد اليوم المشهد السياسي يروم إلى قضية هنالك انشقاق لربما في التحالفات أو وجهات النظر أو التغييرات، ولكن يبقى اليوم الإطار التنسيقي مع حلفائه لديه وجهة نظر بتشكيل حكومة لربما قوية أو حكومة توافقية لخدمة لربما المواطن العراقي في مرحلة لربما مرت صعبة من قضية حل البرلمان أو ترك اليوم الرأي للشارع العراقي بمظاهرات جديدة أو إعادة تشرين للمرحلة الثانية. هذا أعتقد لا يكون. الإطار التنسيقي من خلال ما تسريب اجتماعاتهم الأخيرة لديهم توجه بقضية تشكيل حكومة ولربما قوية، وهنالك أكثر من مرشح الآن مطروح لدى الإطار التنسيقي أو مع حلفائه بهذه المسألة. على ما يبدو هنالك بعد تغريدة السيد الصدر أعتقد هنالك لربما لديهم عزيمة أكثر بقضية تشكيل الحكومة بعيدا عن التناكفات بين الإعلام أن هنالك لن تشكل حكومة أو لن يكون هنالك مجال للإطار التنسيقي أو لن يكون هنالك اكتمال العدد القانوني بعد المؤشر الخطير بقضية الاختراق الأوقات الدستورية في قضية التشكيل الوزاري.